الدواء والدواء هو الغذاء والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء هو البداية والنهاية استشارة من طبيب يوصف له الحكاية راح نكف وراح نجيب بس بادر بالعلاج يوم هتلقى الصحة تاج بس بادر بالعلاج يوم هتلقى الصحة تاج والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء هو الدواء الغذاء أصل الدواء والدواء هو الغذاء والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء هو الدواء سهير ما بك يا سهير ما بكي انا كنت ضربت اليوم ولا تنين اتفرجت عندي تسمم حمل تسمم حمل كيف ذلك وجد ورم في قدمي وضغط الدم فحل الالم فوجد عندي زلال في البول وما معنى ذلك لقد اصابني تسمم حمل يا امان اهدئي اهدئي يا ابنتي سنذهب الى الطبيب لنعرف اسباب هذا المرض تسمم الحمل هو وجود ضغط دم مرتفع اثناء الحمل وضغط الدم المرتفع ده بيحدث لإما في أواخر الحمل أو في بعض الحالات بيجي مبكرا تسممات الحمل كان زمان بيسموها تسمم حمل لأنه كانوا بيعتقدوا أنه في سموم بترفع الضغط وبتأثر على الحمل والسموم دي بتيجي من حتت مختلفة لإما من المشيمة لإما من الجنين لإما موجودة في الست وبتيجي نتيجة لخبطة أو اضطرابات في الهرمونات طبعا بعد كده لقوا أنه مفيش تسممات أو مفيش سموم موجودة لكن الاسم ما زال موجود تسممات الحمل ودلوقتي الاحسن او الاسم اللي بيقال او بيتصحح هذا الكلام هو ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل طبعا ارتفاع ضغط الدم ممكن يكون موجود من الاول يعني الست عندها ضغط دم مرتفع من الاول وبعدين جه حصل حمل او تسممات الحمل او ارتفاع الضغط يجي بعد حدوث الحمل يعني تكون الست طبيعية ما عندهاش ضغط دم مرتفع وبعدين اما يحصل حمل يرتفع ضغط الدم طبعا ارتفاع ضغط الدم ده بيبقى ليه حدود يعني الست بتبقى ضغطها مثلا 120 اثناء الحمل المفروض ينزل ل 110 بعد كده لو ارتفع عن 130 فما فوق بيبقى فيه تسممات او فيه ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل بيبقى ارتفاع ضغط دم درجات يعني درجة بسيطة متوسطة او كبرى بنقسمه عشان بيختلف طرق العلاج بعد كده على حسب ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم البسيط بيبقى ارتفاع بسيط في ضغط الدم وجايز يكون مصحوب بتورم بالرجلين زائد زلال في البول وجايز يكون مفيش المتوسط غالبا بيبقى معاه ارتفاع ضغط دم معاه ورم في القدمين وزلال في البول ارتفاع ضغط الدم الشديد ممكن يبقى معاه ارتفاع ضغط دم وتورم في الرجلين وزلال في البول وممكن يقلب بتشنجات التشنجات دي طبعا بتبقى خطيرة وممكن تؤدي الى وفاة الجنين واضرار في الام تسممات الحمل دي اللي بتحصل بقى سببها زي ما قلت لحضراتكم ممكن يكون اسباب كثيرة ممكن يجي من المشيمة ممكن يجي من الكلى ممكن يجي من الحمل لاسباب معينة وبالتالي اما يرتفع ضغط الدم بيأثر على الست بيعمل صداع وبيأثر عليها نفسيا وبيأثر على الجنين وممكن يعمل مشاكل أثناء الحمل وبعد الولادة يعني الضغط المرتفع ممكن يعمل انفصال للمشيمة والمشيمة دي اللي بتغذي الجنين وبالتالي ما يحصل انفصال للجزء اللي بيغذي الجنين يبقى الست دي هيحصل لها وفاة للجنين داخل الرحم لأنه الغذاء مش هتروح للبيبي كويس فبالتالي ممكن يحصل له وفاة داخل الرحم طبعا التسممات دي أما تكون مصحوبة بزلال في البول يبقى بالتالي الكلى او كليتين هيتأثروا يبقى الكلية هيبقى فيها لخبطة او هتبقى فيها اضرار زي مثلا كده فيها التهابات والالتهابات طبعا ممكن تستمر اثناء الحمل وبعد الولادة وتستمر في الولادة القادمة او في الحمل القادم
وبالتالي لازم ناخد بالنا كويس قوي من هذه العوامل. يعني الضغط اللي بيرتفع ده لازم ناخد بالنا ان ما نديش فرصة ان الضغط يفضل مرتفع مدة طويلة. طبعا الزلال اللي بيجي في البول زي ما قلت لحضراتكم بيأثر على الكلى. تورم الرجلين والحاجات دي برضو بيجي نتيجة ان الست بتاخد املاح او بتاكل ملح زيادة في الاكل، فالملح بيعلي الضغط، بيعمل ارتفاع ضغط الدم، بيأثر على الكليتين وبيعمل تورم في الرجلين. طبعا الست اللي عندها هذه الاعراض ما بتبقاش حمل طبيعي، بيبقى حمل مصحوب بتسممات حمل او ما قبل الاكلامسيا زي ما بنسميها. هذه السيدة نعمل لها ايه او تشتكي من ايه الاول؟ هتشتكي من جيلها صداع، يجيلها وجع، ممكن يجيلها البول يبقى مختلف، ممكن البول يبقى قليل، ممكن البول يبقى فيه التهابات، ممكن البول يبقى فيه حرقان، حاجات دي كلها بتبقى موجودة. طبعا الست دي بيبقى ارتفاع ضغط الدم بيأثر على المشيمة اللي بتغذي البيبي، وبالتالي ممكن الست دي يجيلها وجع في بطنها، وجع في الرحم اللي موجود في المشيمة. الوجع ده ممكن يبقى مصحوب بنزيف، النزيف ممكن يبقى مرة واحدة وممكن يبقى أكتر من مرة. النزيف اللي بيجي مع ارتفاع ضغط الدم أو تسممات الحمل بيبقى طبعا في خطورة، لأن كل ما يبقى فيه نزيف البيبي بيفقد جزء من الغذاء اللي جايله، وبالتالي الغذاء هيكون غير كامل، يبقى نمو الجنين يبقى مش كويس، يبقى صغير، أو ممكن يحصل له وفاة داخل الرحم، أو ممكن الست دي جيلها ولادة مبكرة. طبعا هذه الحالات لازم ناخد بالنا منها كويس قوي ان احنا نحتاط لهذه الامور. في ساعات ارتفاع ضغط الدم ده بيجي في الاول، وده بيبقى مصاحب لحمل غير طبيعي. يعني الست اللي عندها حمل حويصلي او حمل عنقودي بيبقى معاه ارتفاع في ضغط الدم ومعاه تسمم حمل مبكر، لان التسمم اللي قلناه في الاول ده بيحصل في الثلاثة شهور الاخيرة، لكن تسممات الحمل اللي بتحصل في وجود الحمل الحويصلي او الحمل العنقودي بيبقى في اوائل شهور الحمل، وده طبعا بيبقى حمل غير طبيعي وممكن ما يكملش. وطبعا اللي نلاقيها عندها تسممات حمل ونعمل لها التحاليل والاشعاعات والفحوصات ونلاقي ان عندها حمل حويصلي او حمل عنقودي، بنضطر ان احنا لازم نفضي الرحم من الحمل الحويصلي. طبعا هذه الحالات يعني نادرة مش كتير، لكن الغالبية بتبقى تسممات حمل في الشهور الأخيرة من الحمل. هذه الحالات لازم ناخد بالنا منها ونعمل تفرقة بين تسمم الحمل وبين الضغط اللي بيجي نتيجة حاجات أخرى. يعني في واحدة بيبقى عندها ضغط مرتفع مش تسمم حمل، بيبقى موجود من الأول، أو بيجي نتيجة إن عندها التهاب مزمن بالكليتين يرفعوا ضغط الدم ويأثروا على الحالة العامة بتاعت الست. ممكن يبقى مصحوب معاها برضو تورم في رجليها ومصحوب معاها زلال في البول. هذه الحالات بيبقى هنا بنقولش تسمم حمل، بقى بنقول ارتفاع ضغط الدم نتج او نشأ قبل الحمل. الحالات اللي بيبقى فيها ارتفاع ضغط الدم بعد حدوث الحمل هي دي اللي بنسميها تسممات حمل او ما قبل الاكلامسيا او ارتفاع ضغط الدم الناشئ عن الحمل. على ذلك يكون هناك العلاج الوقاية، حيث أن هذا المرض ليس له أسباب أو أسبابه غير معروفة، فالوقاية منه تكاد تكون صعبة. لكن وجد أن الراحة بتاعت الحوامل في شهور الحمل الأخيرة وكميات من الغذاء التي تحتوي نسبة عالية من الكالسيوم وأنواع من الدهون اللي هي فيها عدد من التشبع دهون unsaturated ونسبة الرقم اليودي فيها عالي، ووجدوا كمان ان تعاطي عقارات زي السيوفيلين ده بيوسع الشرايين والأوردة، ونوع من الأسبرين الضعيف اللي هو اللي بيسموه أسبرين الأطفال. هذه المواد تقلل من حدوث تسمم الحمل في شهور الحمل الأخيرة. وما هو العلاج يا دكتور؟ هذه الحالات طبعا لازم نشخصها مظبوط ونحاول نعالجها. العلاج بتاعها بيختلف على حسب شدة الحالة وعلى حسب حدوث تسممات الحمل.
طبعا العلاج ممكن يبقى علاج في الاكل، علاج في طرق المعيشة بتاعت الست نفسها، او علاج باننا نعمل ولادة مبكرة عشان نمنع المشاكل والمضاعفات اللي تصاحب هذه السيدة. لو حبينا نقول العلاج يعني سريعا، هو علاج في الغذاء اساسا، في الملح، نقلل الملح في الاكل، نخلي الست تاخد سوائل، راحة تامة في الفراش، لازم تستريح لان الراحة نفسها بتوطي الضغط وبتضيع الورم. وبعدين لازم ندي علاج للجنين نفسه عشان نزود الاكل اللي بيروح للجنين، وفي نفس الوقت نعمل علاج عشان نشوف اذا كنا هنولد الست دي قبل ميعادها، قبل ما يحصل مشاكل ومضاعفات في هذا الحمل، حتى نتحاشى ان الجنين يموت داخل الرحم. ومن الحاجات المشهورة في العلاج برضو بتاعة الحالات اللي زي دي، ان نبتدي بمخفضات للضغط، ونبتدي بان احنا نسيطر على الضغط، ما نخليش يرتفع عن حد معين حتى لا يصاب الجنين. لكن اهم ما في العلاج هو انهاء الحمل قبل ان يحدث ضرر في الدورة الدموية ونقص الأكسجين الذي قد يسبب وفاة الجنين داخل بطنه. ونقدر نقول ان تتبع الحوامل ومتابعة الحمل يحمي كثيرا من تحول هذا المرض الى مرض الإكلامسيا الخطير، ونقدر بتتبع الحمل ان احنا نحمي الجنين من ان هو يتوفى داخل بطن امه، او ينزل بعد الولادة من حالته سيئة للغاية، وقد نفقد الجنين بعد الولادة مباشرة ان لم يكن هناك اشراف طبي دقيق لاكتشاف هذا المرض. بالنسبة لتشخيص هذا المرض، هو معروف عنه انه يصيب الحوامل البكارة، فكون انك تجد تسمم حمل في واحدة ست متكررة الحمل، لازم الطبيب يكون ناصح ويفحص المريضة دقيقا، فقد يكون هناك زيادة في حجم الجنين، قد يكون هناك توائم، قد يكون هناك امراض كالسكر تسبب في وجود تسمم الحمل. تسمم الحمل معروف ان هو يصيب الحوامل البكار، فكون انه يحدث في ست متكررة الحمل، قال الطبيب ان يجد سببا لذلك، ويبتدي التشخيص بمتابعة الحمل من البداية. فهذا المرض ينتج عنه ارتفاع في الضغط في شهور الحمل الاخير، فعلى الطبيب ان يتتبع ضغط الدم مرة كل شهر في الشهور الأولى، ومرة كل 15 يوم بعد ذلك، حتى يكتشف ارتفاع الضغط مبكر. واعتبر 140 على 90 ده الرقم اللي بعد منه نعتبر ان الضغط يرتفع فيه أثناء الحمل. وفي كل زيارة على الطبيب ان يكتشف وزن الجسم المريضة، لأن الزيادة في الوزن هي أول بداية لورم جسم الإنسان، وزيادة المعروفة هي عبارة عن رطل في الأسبوع أو 4 رطل في الشهر، وأي زيادة مضطردة عن ذلك قد تعرض المريضة إلى تسمم الحمل. ومن الحاجات المشهورة أن الطبيب يكتشف وجود الزلال، فوجود ارتفاع في الضغط وزلال في البول تساوي على طول تسمم حمل. هل نجري أبحاث أخرى للتأكد من ذلك؟ المفروض أن نعمل نسبة الهيموجلوبين وتحليلات للدم
ونسبة اليوريك أسيد في الدم دي بتوقف هل هناك إصابة للكلى ولا لا، وهل هناك إصابة للكبد ولا لا في هذا المرض. ومن الحاجات المشهورة في هذا المرض تأثيره على الدورة الدموية اللي راحة للمشيمة بتاعت الجن، وبالتالي قد يكون هناك عجز في الدورة الدموية التي تغذي الجنين، ودي ابتدينا نحلها هذه الايام ونكتشف، ونقدر نقول ان احنا بجهاز السونار وحاجة اسمها دوبلرز فلو ستادي نقدر نكتشف الدورة الدموية اذا كانت عجزت عن امداد الجنين بالغذاء والاكسجين. وتسمم الحمل له غذاء معين يا دكتور؟ قبل ما اتكلم عن التغذية عايز اقول ان تسمم الحمل يحتاج الى الراحة النفسية وعدم الاجهاد. تعالوا معنا دلوقتي نشوف ايه التغذية بتاعت هذه الحالة. التغذية مفروض ان هي تحاول انها تقلل حدوث تسمم الحمل. الست الحامل مفروض انها ما تفرطش في الاطعمة اللي بتحتوي على كميات ضخمة جدا من الملح والحوادق. ستات كتير يقول احنا ما نعرفش ناكل الا اذا كان الاكل مليان مخلل او مليان حوادق، او احنا بنحس بدوخة وهبوط، وبيرجعوا كده الى احتمال ان ضغطهم يكون منخفض، وبعض اصدقائهم وصديقاتهم ينصحوهم ان هم ياكلوا حوادق. ده في بعض الستات اللي هم عندهم استعداد لحدوث تسمم الحمل يكون هو العامل اللي بيطلق الشرارة لحدوث ارتفاع الضغط وتوابعه السيئة. اذا حصل وكان الست خلاص جالها تسمم الحمل في درجاته البسيطة، لو هي رعت بعض القواعد التغذية المهمة هتقلل من احتياجها للعلاج او احتياجها لانهاء الحمل مبكر، مما قد يعرض الجنين ان هو يحط في حضانة او كيو. قاعدة عامة عند الستات يقولوا اللي رجلها تورم ما تاكلش بيض. ليه؟ عشان هما بيعتقدوا ان ورم الرجلين هو ناتج او ايكوال او يساوي كلمة الزلال المصاحب للحمل. الحقيقة احنا قصدنا كلمة الزلال المصاحب للحمل في الحالات دي هو ان الست بتفرز زلال او بروتين في البول. فان الستات اللي بينزل منهم زلال في البول دول محتاجين يعوضوه، وسورس او مصدر مهم جدا لتعويض البروتينات هو البيض. ولذلك عكس ما كل الناس متوقعين احنا بننصح الحوامل ان هم ياكلوا بيض وياكلوا بروتينات بالستات اللي هم عندهم تسمم حمل عشان يعوضوا فقد الزلال في البول. البيض مش ممنوع اثناء الحمل زي ما الناس بتخاف، بيض من الحاجات اللي الناس تاكلها. بالنسبه للحوادق والاملاح هو ده الحاجه اللي احنا بنخاف منها. احنا دايما بنخاف ان ارتفاع الضغط يزيد ويتصاعد مع الحوادق. الست اللي ابتدى ضغطها يعلى مفروض ما تحطش ملح خالص في اكلها، واذا كان بقيه الاسره هتعاني من كده نقول لها اطبخي من غير ملح، حطي ملح على ترابيزه السفره، كل واحد يحط الملح اللي هو بيحتاجه على قدر الممكن. في املاح موجوده في السوق او نوعيات من الملح بتكون ما تحتويش على الصوديوم اللي هو العامل الرئيسي او العامل المضر في الملح، زي ملح لايت، وده ممكن اي ست تستعمله برضه بقدر مقل مش بافراط. الفيتامينات مساسية جدا بالنسبة للناس اللي ضغطهم ارتفع، واهم الفيتامينات فيتامين سي وفيتامين اي. العلماء لقوا ان اللي بيحصل في تسمم الحمل ان في مواد معينة بتتكون، والمواد دي عبارة عن دهون، والدهون دي بيحصل لها حاجة اسمها رانسيليتي، وتبتدي تترسب في الشرايين والاوعية الدموية وتخلي ضيق يحصل في الشرايين والاوعية الدموية. هذا الضيق هو اللي بيتسبب في ارتفاع الضغط. لقوا ان الفيتامين سي وفيتامين اي من الحاجات اللي بتمنع الانزيمات اللي مسؤولة عن الرانسيليتي بتاعت الدهون، وبالتالي بتساعد على عدم ارتفاع الضغط زيادة او عدم ضيق الشرايين اللي بينتج عنه ارتفاع الضغط. فيتامين سي وفيتامين اي موجودين سواء كأدوية او في المواد الغذائية المعروفة للستات، واهمهم الفيتامينات الخضروات والفواكه.
الحمضيات الليمون والجوافة والحاجات دي كلها مليانة فيتامين سي. فيتامين اي موجود في الخضروات بأنواعها والجزر بالذات. برضو من ضمن المواد الغذائية المهمة هو زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت بيمنع تكوين مواد اسمها البروستاجلاندين اللي هي بتسبب تقلص في الشرايين، الحاجة اللي هي طارة ومن اخطر الحاجات اللي بتحصل في الستات اللي اصيبوا بتسمم الحمل. الدهون مفروض تقل. طب منين الدهون مفروض تقل ومنين احنا ناخد زيت كبد الحوت؟ احنا بنقسم الدهنيات الى زيوت ودهون. الزيوت من المعروف ان هي المواد الدهنية غير المشبعة، والمواد الدهنية غير المشبعة ما بتأذيش بنفس الدرجة زي الساتيوريتد فاتي أسيدز اللي هي موجودة في الدهون. المحصلة ان احنا نزود البروتينات، نقلل الأملاح، نزود الفيتامينات، ونبعد عن الدهون المشبعة. دي النصائح الغذائية للست اللي بيجي لها تسمم حمل. ان شاء الله من الحوامل ما يقولهمش كلهم تسمم حمل. الحقيقة بعد ما شفنا أعراض المرض المختلفة وأسباب المرض المختلفة وطرق تشخيصه وطرق علاجه، تعالوا معايا نشوف مع بعض تغذية الحالة دي هتكون إزاي. ريحت بالي، ربنا يريح بالك يا دكتور. البداية والنهاية استشارة من الطبيب، ربنا يوصف له الحكاية، راح نخف وراح نجيب، بس بادر بالعلاج يوم هتلقى الصحة تاج، بس بادر بالعلاج يوم هتلقى الصحة تاج، والوقاية في العناية، والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء هو الدواء، الغذاء أصل الدواء والدواء هو الغذاء، والوقاية في العناية، والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء. We're the ones.